لما نيجي نتكلم عن الثقوب السوداء فدماغنا دايما بتودينا للثقوب السوداء اللي بتتشكل بشكل تقليدي واللي بتكون المادة جواها مضغوطة بكثافة كبيرة لدرجة انه بيعمل انحناء رهيب في نسيج الزمكان وبينتج عنه تأثير جاذبية. الضوء نفسه اللي هو أسرع شيء في الكون بتكون سرعته أقل من سرعة الإفلات منه. وبالرغم من كل ده إلا إن أينشتاين وضح في معادلته الشهيرة E=mc² اللي هي الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء إن الطاقة والمادة واجهين لعملة واحدة، وعن طريق المعادلة دي إحنا نقدر نصنع ثقب أسود على الأرض. المعادلة دي يا صديقي بتقول إننا بدل ما ناخد كمية هائلة من المادة علشان نصنع ثقب أسود بحجم كافي، إلا إننا كمان نقدر نصنع ثقب أسود من الطاقة زي طاقة الضوء. وده بالظبط اللي هنتكلم عنه النهاردة في حلقتنا فيما يعرف بالكوجل بليدز، ودي عبارة عن فرضية مقترحة لصناعة ثقب أسود من طاقة الضوء واللي هنقدر بعد كده إننا نستخدمه في توليد طاقة خرافية من خلال إشعاع هوكينج اللي هينبعث منه، واللي هنقدر بعد كده نستخدمه كبديل للوقود في محركات المركبات الفضائية للسفر بين النجوم. جاهز بقى مشروبك المفضل علشان عندنا رحلة جديدة وممتعة هتعرف فيها إيه حكاية الثقب الأسود المصنوع من الضوء ده، ونشوف مع بعض إيه فايدته وتطبيقاته العملية وإيه هي التحديات اللي بتواجهنا في مرحلة تصنيعه. بس قبل ما ندخل في الموضوع، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وياريت تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده هيوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكو، انا عماد عصام وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. عايز تصنع ثقب اسود شبه الموجود في الفضاء؟ هديلك وصفة اساسية ومعتمدة دوليا. قلمك وورقتك واكتب ورايا. ابدأ بكمية كبيرة من غاز الهيدروجين، بس بشرط تكون كافية علشان تكون نجم كتلته فوق العشرين ضعف كتلة شمسنا، ووقتها تبدأ الأنواع الذرية للهيدروجين تندمج مع بعضها وتكون عنصر أتقل اللي هو الهيليوم. بس خلي بالك إن عملية الاندماج النووي دي بينتج معاها طاقة جبارة، وبعدين هتخلي العملية دي تتم على نار هادية علشان النجم يتطبخ بشكل كويس لمدة ملايين السنين، وبعدها هيبدأ يخلص كل الهيدروجين اللي فيه، وساعتها هيدخل على دمج الأنواع الذرية لعنصر الهيليوم ويحوله لعناصر أتقل زي الكربون والأكسجين. وبتفضل العملية دي تحصل وتتكرر وعناصر أتقل تتكون، ونبدأ ماشيين في سلسلة من تفاعلات الاندماج المختلفة واللي بتخلي النجم يحافظ على نفسه وعلى وجوده ويشع طاقة وحرارة ويمنع قوة الجاذبية إنها تلمه وتضغطه على نفسه وتنهي حياته. ولكن التفاعلات دي ما بتدومش للأبد، وحتما في النهاية بيخلص كل الوقود النووي اللي جواه بمجرد ما بيتكون أتقل عنصر ممكن يتكون في باطن النجوم، الحديد. وساعتها بينتهي النجم بسبب انتهاء الطاقة الداخلية اللي كانت بتنتج من التفاعلات دي، وبتتغلب قوة الجاذبية عليه وبتسحقه. وهنا تنتهي قصة حياة نجم كافح مليارات السنين في انه يروي قصته. بس النهاية بتاعت النجوم بتكون مختلفة عن بعض بناء على الكتلة. يعني لو كتلة النجم ده بتساوي على الأقل 20 كتلة شمسنا، هينفجر النجم ويرمي طبقاته الخارجية على شكل سوبر نوفا أو مستعر أعظم. وساعتها كل اللي هيتبقى عبارة عن كتلة كبيرة متركزة في مساحة صغيرة جدا، وكده بقى عندنا ثقب أسود. بس الحقيقة إن الوصفة اللي قلتلك عليها دي تعتبر الوصفة الكلاسيكية، ولكن الطريقة الأكثر إثارة وغرابة علشان نكون ثقب أسود هي طريقة الكوجل بليدز. ولكن قبل ما أشرح الطريقة دي لازم نعرف إنه على حد علمنا إن الثقوب السوداء بتتكون من كمية ضخمة جدا من المادة اللي بتكون متركزة جوا مساحة صغيرة جدا في مركز الثقب والمعروفة باسم السنجيولاريتي أو نقطة التفرد، وكمية المادة الضخمة في المساحة الصغيرة دي هي اللي بتكون الثقوب السوداء. على سبيل المثال علشان نحول كوكب الأرض لثقب أسود فلازم نضغط كمية تعادل 6 تريليون تريليون كيلو جرام من الصخور والمعادن في دايرة بيبلغ قطرها 16 ملي متر، وهي دي الكثافة اللي بنتكلم عنها في الثقوب السوداء. ولكن خلينا أقولك إن من الناحية النظرية مش ده الحل الوحيد لتكوين الثقوب السوداء، وده مش كلامي إنما ده كلام أينشتاين اللي نشره سنة 1905. وساعتها أينشتاين نشر 3 ورقات علمية ثورية كانت عن مواضيع مختلفة زي حركة الجزيئات والضوء والكهرومغناطيسية، وواحدة من الأوراق دي كانت عن العلاقة بين الطاقة والكتلة اللي هي المعادلة الشهيرة E=mc². والمعادلة دي بتقول لنا إن كتلة المادة مضروبة في مربع سرعة الضوء، وإن الطاقة والمادة واجهين لعملة واحدة. يعني الطاقة ممكن تتحول لمادة والمادة ممكن تتحول لطاقة، وهي دي المعادلة الأساسية اللي اخترع بها العلماء القنبلة الذرية. يعني كمية مادة صغيرة ادتنا كمية طاقة رهيبة قادرة تقضي على شعوب كاملة، وده سبق واتكلمنا عنه بالتفصيل في حلقة أوبنهايمر ومشروع منهاتن للقنبلة الذرية، هسيب لك لينك الحلقة تحت في الديسكريبشن.
وهنا بقى لازم نسأل نفسنا سؤال مهم، طالما المادة والطاقة هما وجهين لعملة واحدة وإن كمية مادة صغيرة تقدر تدينا كمية طاقة هايلة، فليه ما نعملش العكس؟ يعني ندي طاقة علشان نحولها لمادة. هنا بقى بيجي دور عالم الفيزياء جون أرشيبلد ويلر لما نشر في سنة 1955 ورقة بحثية في مجلة فيزيكال ريفيو بعنوان جيونس، وكان بيقترح في البحث بتاعه فكرة تركيز طاقة من الضوء. وهنا احنا بنقول ضوء بمعنى انه ممكن يكون اي نوع من انواع الاشعاع الكهرومغناطيسي مش مجرد الضوء المرئي فقط. وبيقول ويلر اننا لو قدرنا نركز كمية كافية من الضوء وقتها الضوء ده ممكن يخلي النسيج الزمكان ينحني. هتقولي ازاي بقى عمده الضوء هيحني النسيج الزمكان وهو ملوش كتلة اصلا؟ شوف يا صديقي، على الرغم من ان الضوء فعلا عديم الكتلة الا انه بيمتلك طاقة، وبما ان الجاذبية بتتعامل مع الكتلة والطاقة بنفس الطريقة فمن الناحية النظرية نقدر نركز كمية كافية من الإشعاع على مساحة صغيرة في الفضاء وننتج عن طريقه أفق الحدث اللي هي المنطقة المضغوطة بكثافة كبيرة وبتكون محيطة بالثقب الأسود، سواء عن طريق استخدام المادة أو الطاقة. وبكده هيكون عندنا ثقب أسود كتلته الأصلية جاية من شكل من أشكال الطاقة بدلا من المادة. وبمجرد ما يتشكل الثقب الأسود ده فمش هنعرف إننا نميز بينه وبين الثقب الأسود العادي، وجون ويلر قرر يسمي الثقب الأسود ده بكوجل بليدز، واللي معناها بالألماني كرة من البرق أو الضوء الكروي. أنا عارف إنك بتسأل نفسك دلوقتي إيه فايدة كل الكلام ده؟ ما إحنا عندنا بالفعل ثقوب سوداء في الكون كتير جدا. الإجابة على سؤالك ده صديقي جاوب عليها العالم جيفري ليف سنة 2015 من بيلور يونيفرسيتي لما كتب أوراق بحثية كتير بخصوص ثقوب كوجل بليدز السوداء. وواحدة من أوراقه البحثية كانت عبارة عن مقالة نشرها في مجلة الجمعية البريطانية للكواكب، وكان بيوضح فيها جيفري بشكل نظري ازاي اننا ممكن نقدر نستخدم الثقوب السوداء المصنوعة من الضوء دي علشان نسرع بيها سفن الفضاء. ثانية واحدة بس يا عمدة ما تكناش في الكلام، يعني ايه هنسرع سفن الفضاء من خلال ثقب اسود؟ الحقيقة الطريقة اللي اعتمدها جيفري كانت عن طريق اشعاع هوكينج اللي بتعمله الثقوب السوداء اللي اقترح وجود العالم ستيفن هوكينج سنة 1974. ومن المعروف ان اشعاع هوكينج هو عبارة عن نوع من الاشعاع اللي بينبعث خارج افق الحدث للثقوب السوداء. وعلى الرغم ان ده بيبان مخالف للواقع لاننا زي ما احنا عارفين ان بمجرد دخول الاشعاع الكهرومغناطيسي العادي لافق الحدث فمفيش اي حاجة تقدر تهرب منه. وبيتوقع العلماء ان اشعاع هوكينج بيكون ضعيف جدا وان تلسكوباتنا الحالية مش قادرة ترصده بسبب امكانياتها المحدودة. واللي لازم نعرفه ان الاشعاع ده بيقلل مع الوقت من كتلة وطاقة الثقوب السوداء، فعلشان كده مفترض ان الاشعاع ده يكون بيعمل تبخر بشكل نهائي للثقوب السوداء وينهي حياتها مع مرور الزمن. وقال هوكينج في معادلته الشهيرة اللي بتوصف الاشعاع ده ان درجة حرارة الاشعاع بتتناسب بشكل عكسي مع كتلة الثقب الاسود، وده معناه ان طاقة الاشعاع اللي بتخرج من الثقوب السوداء الصغيرة بتكون اكبر بكتير من طاقة الاشعاع اللي بتخرج من الثقوب السوداء الكبيرة، علشان كده الثقوب السوداء الصغيرة بتنتهي حياتها بشكل اسرع من الكبيرة، وكل ما كان الثقب الاسود صغير كل ما كان الاشعاع اقوى ونهايته مأساوية. يعني نهايته وقتها تكون على شكل اشعاع عالي الطاقة نقدر نرصده بسهولة. واللي بيقوله جيفري بقى في ورقته البحثية اننا من خلال طاقة اشعاع هوكينج اللي بيرسلها الكوجل بليدز هنقدر نستخدم الطاقة دي لدفع السفن الفضائية من خلال توجيه اشعاع هوكينج والحصول على مصدر طاقة نظيف وقوي. ولكن المشكلة هنا صديقي اننا علشان ناخد اشعاع هوكينج بشكل قوي لازم يكون الكوجل بليدز صغير جدا. وهنا بقى بتواجهنا مشكلة، لان علشان ناخد طاقة دفع كافية من اشعاع هوكينج فلازم يكون الثقب الاسود المصنوع من الضوء حجمه يكاد يكون متناهي الصغر، يعني بنتكلم على حجم اصغر من حجم البروتون واللي يعتبر احد مكونات الذرة الاساسية. وعلى الرغم من ان الثقب الاسود ده هيكون بحجم البروتون ولكن وزن المادة اللي فيه هتكون بوزن مبنيين من ناطحة اسحاب امباير ستيت. ومن خلال الوزن الضخم ده والمساحة الصغيرة اللي هيكون متركز فيها هيقدر الثقب يخرج لنا طاقة من اشعاع هوكينج بتعادل 160 بيتا وات، وده ببساطة بيعادل 10,000 مرة من استهلاك الطاقة العالمي. او كمثال تاني ده بيعادل طاقة 8600 قنبلة هيروشيما بيتم اطلاقها في كل ثانية. فلك ان تتخيل يا صديقي كمية الطاقة المهولة دي هتكون قد ايه. ده غير ان ثقب زي ده هيفضل ينتج الطاقة المهولة دي وهيتبخر في خلال 3 سنين ونص كاملين. انت ممكن تكون دلوقتي سعيد من اللي بتسمعه وبتخطط لانهي مجرة هتحب تزورها الاول وانت مسافر بالطاقة الجبارة دي، ولكن خلينا اصدمك وقولك ان الموضوع مش وردي للدرجة دي لاننا بتواجهنا شوية تحديات في صناعة الثقب كوجل بليدز.
زي ان الليزر اللي هنطوره علشان يسلط الاشعة الكهرومغناطيسي ده لازم يكون من اشعة جاما علشان طاقتها العالية، وهيبقى محتاج انه يطلق كمية طاقة بتعادل 1% من طاقة الشمس في الثانية الواحدة. وطبعا بالتقنيات الحالية مازال صنع ليزر زي ده صعب نظريا، ولكنه ممكن يكون موجود في المستقبل البعيد. ده غير ان النوعية دي من الثقوب السوداء درجة حرارتها بتكون رهيبة جدا، لدرجة ان فهمنا الحالي للفيزياء ما يقدرش يتنبأ بكيفية تصرف الثقب الاسود ده تحت الحرارة دي. وخلينا اقولك ان الحرارة اللي بنتكلم عنها دي ما كانتش موجودة حتى في لحظة بداية الكون، واللي بتتجاوز اعظم درجة حرارة في الكون اللي هي درجة حرارة بلانك، يعني بنتكلم في حوالي 100 مليون 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 درجة مئوية او 10^32 كلفن. وللأسف معادلاتنا الرياضية الموجودة في علم الفيزياء بالكامل ما تقدرش التعامل مع درجات الحرارة الخرافية دي. ولكن ده مش معناه ان الفيزياء نفسها مش تبقى موجودة، انما فهمنا هو اللي مازال قاصر في الظروف دي. ولكن بكل تأكيد مع التقدم العلمي واصرارنا البشر اللي ملوش حدود، نقدر نصنع ثقب اسود بحجم البروتون من الضوء، ونستخدم طاقة اشعة هوكينج الجبارة اللي هينتجها في استخدامها في محركات مركبات الفضاء، ونقدر بها اخيرا نحقق حلم السفر بين النجوم. هستنى اعرف رأيك في الكومنتات، وكالعادة هسيب لك المصادر تحت الفيديو في الديسكريبشن، ولو حابب تدعم المحتوى اللي بقدمه دوس على زرار السوبر ثانكس اللي على شكل قلب تحت الفيديو. ولو انت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص، ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة، وكمان اشترك في قناة غموض بلا حدود اللي بقدم فيها محتوى شيق ومختلف. هسيب لك اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن، واشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد ان شاء الله.